لحد المرحلة التانية وفترة تانية في حياتي حصل لي فيها مشكلة شخصية، وبدأت أحس إنه الآية اللي كان كريم بيقولها من شوية، وساعتها بقى يعني وقتها أنا كان ليا صديقة صاحبتي الأنتيم، برضو عارفة لو بتتفرج عليا دلوقتي مش هتبقى طايقاني، يمكن تقفل التلفزيون، بس أنا بحبك برضو مفيش مشكلة، وانتي صاحبتي. كانت دايما تقول لي انتي شخص كويس جدا، ممتاز، انتي كإنسان انتي إنسان ممتاز، بس ناقصك تكوني متدينة، بس ناقصك تلتزمي، بس ناقصك تصلي في المواعيد، بس ناقصك تكوني مسلم، سوبر مسلم يعني. فطبعا الوقت اللي حصل لي فيه المشكلة دي قالت لي إنه من أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا. يعني ده ربنا بقى هو اللي بيكذب عليا. coming after me عشان ياخد الانتقام، يعني to take revenge، يعني خلاص ده هيسود عيشتك، هيخرب بيتك بقى ويسود عيشتك ويوريكي. فخفت صراحة، خفت. طب ليه كده؟ هو أنا عملت إيه؟ يعني أنا بقوانين العالم، ولو هتحكم عليا في محكمة أنا شخص كويس، ما عملتش حاجات وحشة يعني. صحيح. فليه كده؟ وبعدين انا حاولت افهم، وحتى ما بعتليش حد يفهمني، او ما وقفتليش اجابه تقنعني، لم تشبع عقلي. وانا اتربيت انه افهمي عشان تعرفي تطبقي، ده حياتي، بطلع الاولى كل سنه عشان ببقى فاهمه كويس، بحط الاجابه النموذجيه وببقى تلميذه نجيبه علشان انا فاهمه كويس. فمعلش ما قدرتش اكون مسلمة كويسة لاني مش فاهمة اي حاجة. بالظبط، يبقى المشكلة مشكلة إنك تفهمني. بالظبط. وبعدين يعني انت اللي خلقتني، صحيح. وانت اللي عملتني كده، انت اللي اديتني مخي اللي تركب كده. ليه بقى؟ يعني لو انت عايزني عبد، وزي ما كنت بكره الكلمة دي، احنا مخلوقين عشان نكون عبيد، طب ليه اديتني العقل؟ وليه حطيت لي الفطرة دي؟ وليه حطيت لي المنطق؟ وليه حطيت لي حاجة كده بتنقح عليا في فطرتي اسمها كرامة إنسانية؟ جاتلي منين الكلام ده؟ ليه يعني؟ مش فاهمة، مش فاهمة جالي منين؟ فبدأت أقول إنه يعني أنت عايز تنتقم مني ليه دلوقتي؟ طيب أنا آسفة، أنا وحشة، وأنا عايزة أكون شخص كويس بمقاييسك. يعني أنا عشت شخص كويس بمقاييس الإنسانية، ما عجبكش وجاية تنتقم على مني. الرغم من ان انت كنت ناجحة. بالظبط، جاية تنتقم مني وتخرب بيتي، هتوريني بقى أيام سودة. طيب ممكن بقى تساعدني علشان أنا شخص ضعيف، ومش عارفة أرتقي، ومش عارفة أوصل للمستوى اللي أنت نفسك فيه في العبد. فا أوكي، أنا قلبي في إيدك زي برضو ما بيقول القرآن وانت او الحديث، ماشي. انا قلبي في ايدك وانت اللي متحكم فيه، انت اللي خلقه اصلا، بين أصبعين من أصابع الرحمن. انت اللي يعني انت في ايدك تخليني شخص كويس لو انت عايز. فلاقي الردود يقول لي اصلك ما لا انت ما تستهليش، انت لو تستهلي كان خلاكي شخص كويس. طب اعمل ايه عشان اكون استاهل؟ فلاقي الردود يقول لك انه يعني بصراحة يعني ردود أنا مش عايزة أقولها، بس أنا حسيت رشوة. مش مشبع عليكي. أنا آسفة، حسيت إنه إيه ده، رشوة، معلش ادفعي من تحت الترابيزة. فحاضر، وضعي كويس، وضعي المادي كويس، ينفع أدفع لك، مفيش مشكلة. عايز إيه؟ كام يعني؟ أتبرع؟ مفيش مشكلة، أعمل الأضحيات، أعمل ماشي، مفيش مشكلة. الأيام اللي أنا ما صمتهاش ينفع فلوس مكانها، صح؟ بدل الغدا فلوس، الطعام. هدفع. مش قادرة أصوم لأني مش مقتنع، أنا مش هعمل حاجة مش مقتنع بيها، هدفع. هي قصدها مثلا زي ما بتيجي في موضوع مثلا الصلاة، بيقول لك مش مقتنع صلي وبعدين تفهم على مهلك. بالظبط. لا حاجة مش منطقية يعني. اعمل الفرض وبعد كده افهم بعدين. بعدين اسأل. بعدين اسأل. بعدين تظلم، بيفكرني ببلد كده.
رمضان عليا، الوقت اللي انا قررت فيه ادفع واعمل القروض واكون عشان تتجنبي العيشة الضنك. عشان اتجنب العيشه الضنك طبعا، العيشه السوداء. فكان رمضان وقلت اوكي، برضو بيقال انه في رمضان ربنا بياخد ابليس واعوانه وشياطينه ويربطهم ويحبسهم، فخلاص يمكن الفكر الشيطاني اللي كان مسيطر عليا قبل كده في علاقتي بالله خلاص مش هيبقى موجود. فرصه بقى في رمضان، كل الافكار الوحشه مقيده لان ابليس في السجن مش موجود، فهيبقى مفيش غير ربنا حواليا. فاكتشفت للاسف انه في حاجه اسمها النفس الاماره بالسوء. اكتشفتها كبيره ساعتها على فكره. كان عندي 25 سنة. وفي حاجه تاني قراءة ان البشر من الجن. دي اصعب بقى. لقيت يعني حاضر، اتحجبت شويه وبصلي، وحاجه غريبه جدا بس مش على اقتناع، هو تجنب عقاب او تجنب موقف من الله ضدك. ادفع الاول لو من تحت الترابيزه وبعدين نبقى نشوف هتحل ازاي. فحاضر نعمل الحاجات دي. اصلي والتزمت في الصلاه 5 مرات في اليوم. وفعلا كان عندي مشكله في ان انا ما بصليش غير باربع خمس صور الصغيرين اللي انا حافظاهم، قصار الصور. الراجل اللي انا بشتمه ده وانا بصلي وانا مش عايز اشتمه. بس سامحني يا رب انا مش عايز اشتم حد، بس حاضر يعني. وبقيت بروح صلاة التراويح وهناك في المسجد كنت بلاقي الناس بتعيط في التراويح وحالة من الخشوع، وانا مش في الجو ده خالص ابدا بقى، مش حاسه باي حاجه، مش لاقيه نفسك. فبقيت بقول انا بقى مش مركزه معاهم، لا اللي في اللي بيقروه ولا اللي في الحركات الركوع والسجود ولا الحاجات دي، انا مش في الدنيا دي خالص. انا بقول يا رب هو انا ليه واقفه مش حاسه اللي هم اللي واقفه جنبي دي حاساه؟ انا ليه مش واعيه كده زيها؟ انا ليه مش خاشعه كده؟ انا ليه الكلمه مش داخله جوايا وبتتغلغل فيا يعني؟ ليه مش ببكي زيهم؟ ما الشياطين محبوسه. طب انا ايه؟ معقوله انا وحشه قوي كده؟ معقوله قلبي اسود كده؟ معقوله انت رافضني كده؟ طب انا اسف يعني لو انت رافضني كده او شايفني وحشه وما استاهلش، انا بقول لك انا اسفه. وانا مشيت خطوه، بس انا ضعيفه، انا بشر، فممكن تمشي لي خطوه، يمكن انت خطوتك تبقى اكبر فتعرف تقرب مني فاقدر اشوفك، اقدر احس بيك، انا مش عارف، ساعدني. فطبعا اكتشفت ان اللي كنت بعمله ده مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها انه ربنا يساعدك. ما كنت بتكلم مع حد يعني، لا مفيش حاجه اسمها كده، انت لو تستاهلي هتوصلي، انت لو تستاهلي هتحسي، انت لو كويسه. طب ما هو انا عايزه ابقى كويسه، بس اعمل ايه عشان ابقى كويسه؟ الحاجات اللي انا بعملها دي مش حساها، وحاسه اسفه ان انا بدفع حاجه من تحت الترابيزه ومش مقتنعه. وبعدين يعني لو انت كإله قابل ده على نفسك، فمعلش انا كبشر صغير على الارض نكرة يعني، انا مش قابلة ده على نفسي، انا مش قابلة ان انا ادفع علشان حياتي تبقى كويسة، انا مش قابلة ان انا ادفع دلوقتي من وقتي او من الفلوس عشان في الاخر اخد الجنة، انا مش قابلة كده، انا مش قابلة بعملية المقايدة دي. ومش وأسفة لو انت ده إله وده منطقك وده اللي انت عايزه، انا أسفة بس انا مش أرفضك يعني، انا مش قادرة أقبلك. وخلاص لو انت اخترت ومصر ان انا اروح في داهية واروح النار فأوكي. ما يمكن انت اللي مكتوب عنهم في حديث الشقوى السعيد انك انت مكتوب عنك انك تبقى شقية مثلا، فانا يبقى ذنبي ايه؟ يبقى ذنبي ايه؟ هو كتب عليك يا اخت نانسي، نعمل ايه؟ طيب انا يعني هنا فعلا حصل لي مشكله وجوديه. يدفع هو بقى. انا حصل لي فعلا مشكله وجوديه، سيبك بقى من اي حاجه انا فيها، بس انا بقى عندي مشكله وجوديه. انت ليه خلقتني لو انت فعلا زي ما اندرو قال كده مكتوب عليا ان انا ابقى شقيه؟ ليه خلقتني؟ يعني انا اسفه يعني، بس عندك صفه الخلق ولازم تخلق اي حد، لازم يعني عشان
مش عايزه اقول ايدي بطلنكس يعني، بس لازم. انا اسفه، انا اسفه، بس يعني ليه خلقتني؟ ليه جبتني وانا هبقى، انت عارف بعلمك المسبق ان انا هبقى وحشه، وانت مش هتقدر تساعدني لما ابقى في النقطه اللي هبقى عايزه ابقى فيها شخص كويس وسوبر مسلم، انت مش هتبقى عايز، مش هتقبل تساعدني، او من الاول انت كاتب عليا ان انا ابقى تعيسه. فليه من الاول خلقتني؟ ايه سبب وجودي في الدنيا؟